مئات المتطوعين يصطفون للتبرع بدمائهم مساهمة منهم في حالة الاستنفار التي أعلنتها السلطات المركزية الإثيوبية. أفعل ما بوسعي لأنني لست هناك لحماية بلادنا. أنا على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة، حتى أنني مستعد لخوض الحرب. قوات الحكومة الاتحادية استنفرت أجهزتها وشنت هجمات برية وجوية، منع على إثرها تحليق الطيران المدني بالمنطقة الواقعة شمالي البلاد الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لحكومة إقليم تيغراي. شهدنا مجزرة الخيانة التي ارتكبت على رجالنا ونسائنا في القيادة الشمالية ممن اعتقدوا أنهم أقرانهم. هذه الخيانة لم تترك لنا أي خيار سوى تعبئة أجهزة إنفاذ القانون والدفاع لدينا في عملية تهدف إلى إنهاء الفوضى السائدة في المنطقة. العشرات من القتلى والجرحى حتى من المدنيين سقطوا خلال النزاع الذي بات ينذر بزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي. موجات اللاجئين والنازحين في ازدياد، وكلا الطرفين يتهم الآخر ببدء الهجوم. منذ أعلن أبي أحمد ما اعتبره إصلاحات سياسية واقتصادية، رأت جبهة التحرير الشعبية في تيغراي أنها تستهدف قياداتها ورموزها. اختار الإقليم الذي كانت قوميته حاكمة لإثيوبيا عقودا إجراء انتخابات أعلنت أديس أبابا عدم دستوريتها. فرضت على إثرها الحكومة المركزية عقوبات على الإقليم، من بينها قطع التمويل ومنع التعامل مع ما اسمته حكومة غير شرعية. الصراع استدعى القلق الإقليمي والأممي ودفع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التهدئة، محذرين من أزمة إنسانية. نحن قلقون بشأن حماية المدنيين بسبب القتال في تيغراي. هناك تقارير عن انتقال مدنيين داخل تيغراي ومنطقة أمهر المجاورة بحثا عن الحماية. لقد انزعجنا من وجود أعداد كبيرة من طالبي اللجوء الأثيوبيين الذين عبروا الحدود إلى السودان هربا من القتال أو خوفا من الهجوم. نذر حرب أهلية تعصف بسلام إثيوبيا الهش، مع انتقال الخلاف السياسي بين أديس أبابا وتيغراي المستمر منذ سنوات إلى المواجهة العسكرية بدل لغة التفاوض.